السلام الله عليكم. كما تلاحظون الآن بديت أصور وهو كيف لي الوضع حقه. كما شاهدتم الآن بديت أصور وعندي دخل يعني تشنج. الرجل هذا بينما لي أصور حاله هنا بالمستشفى دلوني على إنه حالته تعبة وإنه أكثر ناس مضروب. طبعا الرجال عنده حصل له جلطة، دخل بغيبوبة، عنده التهابات، عنده حمى شوكية، وعنده عدة أمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبوه أعمى، أخوه عنده حالة نفسية ما بوش معه حد. الآن هو رجال مطروح يعني بالمستشفى مع اختي يعني تتالم وتبكي ما بش احد معي سند بعد الله عز وجل. انا اتمنى يعني كما شاهدتوا يعني كيف حالته وكل شويه يحصل له الشيء هذا. انا اتمنى من جميع من شاهد الفيديو الرحمه والشفقه، يعني والعياذ بالله اعتبر انه اي واحد هذا حاله وهذا مرضه مرجوم داخل المستشفى لا علاجات الان عليهم على حق ركبت عليهم للصيدلية يحتاج الان يعني التطوير بالمستشفى لكي يعني يكون تحت العناية. انا اتمنى من كل من شاهد الفيديو نشره والرحمة لهذا الرجال وايضا من كل فعل خير مديد العون له جزاكم الله خير.